نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند پڑھی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمدي وأحسن منك لم تركت ويني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل آب كأنك قد خلقت كما تشاء سبحانه وتعالى حق حمده ونسبه بعظمته ومجده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المجتبى بأشرف الخصال وأبكى المناكب صلى الله عليه وآله وسلم المكسوسين في الاقتداء بأزمى المراتب والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى واعلموا أن تقوى أعظم مستاك وأقوى ميثاك ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون أيها المسلمون كلامنا اليوم عن سيرة من لا تؤسى فضائله ولا تود شمائله الذي وصفها الله تعالى بالرسالة فقال محمد رسول الله ونادى بالنبوة فقال يا أيها النبي وشرفه بالعبودية فقال سبحان الذي أسرى بعبده وشهد له بالقيام في الدعوة فقال وأنه لما قام عبد الله يده وزكى الله وكله فقال من دل صاحبكم ما غوى وزكى لسانه فقال إن هو إلا وحي يوحى وزكى كلامه فقال وما ينطق عن الهوى وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى أيها المسلمون كل كفجة إلى إنحاء مرموس وكل أمر إلى نسيان مدروس وكل بات إلى محالة إلى اندحار منقوص ولكن دين الإسلام الرباني العالمش حياة الأرواح ونفوس إلى إباء وشموس وسيرته خير الأنام عليه الصلاة والسلام في الانتصار والإتلاء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والأمة الإسلامية المباركة إنما تصنمت مساقة الإنسانية إلى مراب الحضارة العليا وأفياء الأمن والاستقراء والعفاء أوان استئفامها بالوحيين الشريفين وإبان كان مفهم روحها مستولى شاهدها سيرة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم ويوم إن تنكبت أمة الإتحاد والقوة والإنجاز ينزالك الهدى هدي الربانش يا معشر المسلمين ويا الإخوة منذ ما يربو ولا أربعة شركنا من بيسد سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام وسيرته مونكة البلجاء وتوتر الأكتار والرحاء ولله در الفائل ويكون أشرك والفداء توترا والأفق زل له السرور فهل ترى بما انعمرت به من الحكايك المهابة والجمال والخشية والجلال والحكمة المؤلة في الأقوال والأفعال لأنها مكنة تاريكش ومنهل هدارش ومعراج العلمشة ومنهاج العملية الذي يبوي الأمة المهابة وتوفيق والإصابة بارك الله لي ولكم ولسائر المؤمنين واستغفروا وتوبوا إليه إنه كان توابا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمدللہ جی یہ ہمارے طالب علم عامہ اول کے سٹوڈنٹ ہیں ابھی اور الحمدللہ عربی کے اندر انہوں نے تقریر آپ کے سامنے کی آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کے لہجے کے اندر اور ان کی ذہانت کے اندر مزید اضافہ فرمائے اب قبلہ پیر صاحب کی طبع نازک پہ گراں زیادہ ہم نہیں
لانا چاہیں گے تو اب میں اردو تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ اویس ناصر صاحب وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں یہ بھی عامہ اول کے اسٹوڈنٹ ہیں